الاهلي العاج. مباراه ذهاب مباراه مهمه جدا جدا، نادي الزمالك تخطى دور ال 64 على يانج افريكانز التنزاني، فاز عليه 1-0 في القاهره وتعادل 1-1 هناك، والنهارده بيقابل بقى يعني منافس قوي، منافس من كوت ديفوار ساحل العاج، ويمكن في النادي ذو الشعبيه الكبيره مع اسك ابيجان. النهارده ان شاء الله ربنا يوفق فريق نادي الزمالك، وبنقول برضو لنادي ام بي ونادي الاهلي ان شاء الله مباراه العوده باذن الله تعالى نتائج طيبه. التعادل نادي الاهلي سلبي مع البن الاثيوبي، وتعادل برضو نادي ام بي مع في 1-1 مع ليديا، وان شاء الله مباراه العوده ليهم باذن الله تعالى يتاهلوا هما الاثنين الى دور ال 16 باذن الله. النهارده كمان ان شاء الله في استاد الكليه الحربيه، النهارده المباراه بدون جماهير علشان طبعا ده قرار الكاف الاتحاد الافريقي لكره القدم، وان شاء الله دي هتكون اخر مباراه في هذه العقوبه الموقعه بمباراتين، كانت المباراه الاولى مع يانج افريكانز والنهارده المباراه الثانيه. فريق نادي الزمالك بيمثله النهارده في حراس المرمى عبد الواحد السيد 4 في خط الدفاع، حازم امام 7، فتح الله 20، هاني سعيد 8، محمد عبد الشافي 13. 3 في نص الملعب، ابراهيم صلاح 5، اليكس موندومو 25، نور السيد 15، وشيكابالا قدامهم 10، و2 راس حربه رزاق 23، وعمرو زكي رقم 9. اما فريق افريكان سبور بيمثلوا النهارده فابريس في حراسه المرمى رقم 16، مارسن 3، كواسي 5، ساموليا 7، روفن 23. 4 في خط الوسط من الشمال اليمين، سيرجي مارشال 14، سيرجي كواكو 18، فليكو 26، تيميكو رقم 29، و2 راس حربه كوليبالي دالا رقم 27، واولي كوفيكا اللاعب في نادي الزمالك رقم 30 في 2009 ايام ميشيل دي كاستال، ولعب فتره بسيطه جدا مع نادي الزمالك ومشي. طاقم التحكيم النهارده طاقم تحكيم كاميروني، الحكم نات اليوم، والمساعدين افريس ندى وبيير انيجو، والحكم الرابع جيرمي كوسيماس. ان شاء الله مباراه طيبه، وابتدى هذا اللقاء واتلعبت الكوره على طول لعبد الشافي. النهارده ان شاء الله مهمه جدا هذا اللقاء، مباراه العوده باذن الله يوم 8 ابريل باذن الله في كوت ديفوار. نقلتين ثلاثه النهارده، في بعض الغيابات من فريق نادي الزمالك، يعني نقدر نقول اصابات اثرت برضو على نادي الزمالك، في صلاح سليمان مش موجود، في بعض الغيابات، لكن ان شاء الله وميدو معاهم برضو يصيب، كان هيلعب بهذا اللقاء. لكن خلينا مع بعض بقى، موندومو، عمرو زكي، ويفتح اللعب ناحيه اليمين، متبشرين بشيكابالا، يا هوبا هوبا، جوه جول جوه جول، يا رزاق يا رزاق يا رزاق يا رزاق، وشك جميل يا رزاق. الهدف الاول في اول دقيقه، الهدف الاول ما أدراك ما رزاق في الدقيقة الأولى من الشوط الأول، رزاق هدف نادي الزمالك الأول. الله الله الله، جملة تكتيكية من ناحية شيكابالا، لعبها من ناحية اليمين ببطن رجله الشمال، اتلعبت الكرة ورا خط الدفاع، انطلق كاس صاروخ، رزاق أهو قدامنا أهو، وطلها بالهيد وعدى وكملها وهوبا ببطن رجله جوه الجول. الله عليك يا رزاق. ان شاء الله كده ربنا يوفق لعيبه نادي الزمالك النهارده، كلهم عندهم عزيمه كبيره جدا النهارده، يادوا اداء طيب. وحازم بيلعب الكوره على طول، تترد عند شيكابالا يسيبها، لكن تروح على طول عند روفن، يلعب الكوره على طول عند ساموليا، تترد الكوره لعمرو زكي، والتمريره حلوه ناحيه الشمال، على طول بيستلم عبد الشافي، ونقله من رجل لرجل موندومو، قصه وحكايه وروايه موندومو، يلعب على طول لنور السيد. 3-4 نقلات كده نادي الزمالك، احنا عايزين بقى نادي الزمالك يستغل الهدف ده، مش عشان يلعب بقى، لا يلعب بمنتهى الجديه برضو، ان اي اهداف بتيجي وفرقه قويه افريكان سبورت هتفرق كتير جدا مع نادي الزمالك. الله الله الله، حاجه تفتح النفس كده من اول دقيقه، واتلعبت الكوره وتطول الكوره على طول، لكن تروح لكواكو يفتح اللعب عند رقم 6 مارسيل،
لعب الكرة طويلة يخش دخل بيها رقم 20 ويلعب الكرة بالعرض خطرة، لكن يطلع هاني سعيد وقف الكرة على طول يلعبها نور السيد، وكرة طويلة اتلعبت الكرة حلوة 3-4 نقلات وترجع الكرة يخش على طول حازم. الحتة دي عايزة بقى بخط الدفاع يلعب الكرة السهلة ويلعب كرة طويلة رايح لها على طول رقم 8 كواكو، لكن في فاول داخل دخلة جامدة على رزاق والحكم مديها نات اليوم، الحكم الكاميروني فاول على افريكا. الملعب يعني جميل جدا، استاد الكلية الحربية حاجة رائعة، نظام جميل جدا النهاردة، ما فيش الا اعضاء مجلس الادارة والصحفيين الاعلاميين. وشيكابالا هيلعب الفاول، كرة عالية وضربة رأس لكن في راية وصفارة وتسلل من عمرو زكي. فابريس حارس مرمى افريكا سبور، يلعبها عالية ترد الكرة تاني ترجع عند رزاق والترقيصة، لكن داخل معاه على طول مارسيل يرجعها رقم 7 الصوماليا، ويلعب الكرة على طول كواسي رقم 5 ويلعب كرة طويلة عبد الشافي ومعاه رقم 29 تيميكو. عبد الشافي رجع الكرة على طول لعبد الواحد السيد، عبد الواحد كرة عالية طويلة يخش روفن على طول الظهير الايسر تطول الكرة وتطلع بره وضربة مرمى لنادي الزمالك. هدف في الدقيقة الأولى، أول هجمة لنادي الزمالك اتلعبت حلوة من حازم ل على طول شيكابالا لعبها ببطن رجله حلوة 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 ورا الدفاع جري وراها على طول رزاق لعبها بالهيد أول مرة وتترد الكورة ويلعبها تاني بعد ما لف لفة ببطن رجله جميلة 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 ويجيب الهدف الأول لنادي الزمالك. موندومو كاميروني فتح الله، عايزين بنقول ننسى الهدف ده دلوقتي ويلعب الزمالك على الهدف الثاني على طول. حازم موندومو باين عليهم برضو هو ما بيمسكوش كويس، شايف في مساحات للعيبه نادي الزمالك. برضو ما ننساش ان نادي الزمالك ما لعبش مباريات تجريبيه للظروف طبعا الموجوده حاليا، لكن اعتقد خبره لعيبته هتعوض هذا النقص. يلم الكره على طول يخش يلعب الكره فريكو، يلعبها ناحيه اليمين عند مارسن وكره طويله فتح الله يسيبها على طول لعبد الواحد سعيد حارس مرمى نادي الزمالك. حازم النشاط اللي زي كده بتاعت افريقيا لازم تتلعب الكوره بمنتهى الجديه، واي هدف بيجي برده بيبقى مهم جدا 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 بينفع مباريات العوده رايح جاي طبعا ادوار كلها، وده ذهاب الدور 32 الزمالك واخد البطوله 6 مرات 5 مرات الاهلي 5 6 مرات والاسماعيلي مره واحده. هقول لحضراتكم كلها التوقيتات بس خلينا في المباراه دلوقتي. لعب على طول نور السيد وعبد الواحد السيد مش عايز الزمالك يضغط يلعب الكوره على طول ويهاجم على طول. عبد الشافي يلعبها على طول تاني رزاق تعدي الكوره وتروح عند صوماليا وترجع الكوره ورا عند كواسي ويرجعها الحارس مرمى فابريس وداخل معاه على طول ابراهيم صلاح عبد الشافي وتطول الكوره وتروح لعمرو زكي يلعبها لشيكابالا شيكا 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 ولسه مش واخدين باله منه ويستنى لغايه ما يكمل ويلعبها حلوه لحازم هوبا، لكن يقطعها على طول صوماليا ويبتدي الهجمه لفريق افريكا سبورت ويلعبها تاني بالعرض كده على طول عند كواكي ورا عند 7 بيلم يلعبها لرقم 6 كوفي محمد ويرجع فتح الله الكوره على طول برجله لعبد الواحد السيد تاني لفتح الله وكابتن حسن شحاته وجهازه الفني وشايفه بيسخن احد اللاعبين كده هل في حد يعني جاله حاجه كده في بدايه المباراه ان شاء الله ما يكونش في حاجه حصلت. موندومو والله لعيب هايل 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 لعيب قوي جدا وبيلعب كوره حلوه ترجع الكوره تاني على طول عند ساموليا لروفن الظهير الايسر 3-4 نقلات شيكابالا يعني بيخش على الكوره على ميلو ورزاق لكن بيرجع الكوره رقم 6 كوفي ياخدها تاني كوفي يبتدي الهجمه لفريق افريكا سبورت
واقف معهم جوزيف انطونيو المدير الفني الايطالي لفريق افريكا سبورت، وتطلع كره بره اوت ورمي التماس لنادي افريكا سبورت من انديه ذات شعبيه كبيره في كوت ديفوار مع اسك ابيجان، لكن هو ما خدش البطوله ولا مره حتى. بيلعبها على طول رقم 27 كوليبالي دالا، وتطلع كره حازم بيخش على الكره وطلع كره بره اوت، لكن الحكم مدي فاول على حازم امام، فاول على حازم ورايح له على طول الحكم اهو. نات اليوم وبيدي انذار لحازم امام، انذار لحازم امام. دخل على الكرة على سيرجي كواكو رقم 18 وياخد انذار، كرة طالعة اوت وملهاش أي خطورة في نص الملعب، دخل دخلة جامدة. الخبرة الأفريقية مهمة جدا، يعني ما خدش انذار في الماتشات اللي زي دي أو في لعبة زي دي. اتلعبت الكرة على طول عند الباك شمال روفن وبيعمل كرة عالية مغطي عبد الشافي، تروح للرزاق لمسة واحدة لعمرو، عمرو يلعبها حلوة لمندومو، ومندومو بيلعبها لعمرو زكي، وماشي عمرو وماشي عمرو ولسه الكرة معاه، لسه الكرة معاه، وبيقرب منه سيرجي ويلعبها الكواسي، دخل على نور السيد وتطلع الكرة بره أو ترمي التماس لأفريكا سبورت. نلعب هدوء لكن بالطابع الهجومي، مش عايز نادي الزمالك يعني يتخاخر لورا، يعني طول ما بيلعب مهاجم كل ما هيرجع فرقة أفريكا سبورت ورا ويقدر يجيب أهداف تاني. هاني سعيد حازم شيكا، في لاعب لسه واقع اظن سيرجي كواكو، يطلع كوره بره شيكا بالا، سيرجي كواكو هل هغيره رقم 18 بيلعب في نص الملعب، هدف جميل جدا من جمله تكتيكيه هتشوفها تاني اهو. شيكا بالا شو عملها بط رجله ازاي، راح لها على طول ازاي هوبا لفها على طول، لقاها ببطن رجله جوه الجون، جوه الجون. شوف اللفه عدت وراح ملافف جسمه، الهيد ده رقص بيه حارس المرمى، عدت منه وراح داخل لعيبه على طول جوه الجون، جوه الجون. هدف سريع من يمكن اسرع اهداف البطوله حتى الان. طالع بره يتعالج ان شاء الله يرجع بالسلامه. سيرجي كواكو رقم 18 هو ملتزم قوي بكابتن اسماعيل يوسف، خرج بره يتعالج وهيرجع تاني، وبمنتهى الاخلاق بيرجع الكوره الى عبد الواحد السيد. حازم يبتدي الهجمه النادي الزمالك، شيكا لعبت الكوره على طول تاني عند هاني سعيد، شيكا بالا كرة طويلة لعمرو زكي يلعبها على طول تاني لابراهيم صلاح لشيكابالا، يرجع الكرة ورا عند حازم، يقربوا من بعض شوية. شيكابالا الله لحازم، وترقيصة تانية لكن تطول الكرة وتروح على طول لمندومو. قصة وحكاية ورواية مندومو، لاعب مميز جدا جدا جدا. اللاعب هو معدي جنبه كده خده سن جزمة صغير، ابتدوا يخشوا جامد، كل ما نادي الزمالك يلعب بجدية أكتر هيوقف الحاجات دي. تروح الكرة لعبد الشافي وماشي عبد الشافي، وتحرك له عمرو زكي ويلعبها لعمرو زكي ويلم الكرة على طول، لكن يطلعها على طول ساموليا وتطول الكرة لفتح الله، وترجع الكرة تاني نقلتين ثلاثة لنور السيد. عبد الشافي يلعب الكرة على طول تاني، يلعبها حلوة وداخل لقدام على طول ابراهيم صلاح، ابراهيم صلاح وتطول الكرة وتطلع ضربة ركنية لنادي الزمالك. ادي ابراهيم صلاح اهو لاعب نص الملعب للارتكاز لنادي الزمالك، من اللعيبه المميزين جدا جدا، وضربه ركنيه لنادي الزمالك جاي لها شيكابالا عشان يلعب الضربه الركنيه. عندهم سرعه يوسف انهم صغير على فكره، متوسط اعمارهم 24 سنه تقريبا، وضربه ركنيه شيكابالا يلعبها على طول لابراهيم صلاح ترجع له تاني، لكن قصيره شويه يلحقها شيكابالا، شيكابالا شيكابالا وتقطع منه كوره وتروح لكواسي ويلعبها على طول تاني لكوليبالي. كوليبالي بينقلوا اماكنهم كلهم من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين، وهجمه وترجع الكوره لورا على طول لكوفي ويلعب كوره عاليه طويله عبد الواحد السيد. 4-4-2
حارس المرمى بيبقى في بعض الاوقات ليبرو عشان ما فيش ليبرو، كوره مش مظبوطه ياخدها روفن على طول ورجعها ورا على طول لكواسي ترجع له تاني ويرجعها الحارس مرمى فابس. ابتدوا شويه يمسكوا الكوره فريق افريكا سبور وعبد الشافي، ترد الكوره على طول تاني تروح لكوليبالي وتترد عند فاليكو وكوره عاليه طويله من ورا حازم امام لكن طويله وتطلع كوره بره ضربه مرمى لنادي الزمالك. بيلعبوا كشف الاوفسايد كده واقفين كلهم على خط واحد بنص الملعب، لازم نص الملعب يزود شويه مع عمرو مع رزاق فتح الله عشان يبقى الضغط الهجومي اكتر شويه. كوره طويله لشيكابالا ما يلحقهاش وتطلع كوره بره رامي التماس لنادي افريكا سبورت. روفن كواسي ويرجعها الحارس مرمى فابريس. لعبت الكوره على طول يقطعها نور السيد يلعبها لعمرو زكي عبد الشافي اللي بيلعب ناحيه الشمال على طول عنده النزعه الهجوميه حلوه جدا جدا نور ونور ويرجع الكوره لمندومو وترجع الكوره ورا عند هاني سعيد. شوف كلهم بيكشفوا على الاوفسايد فريق افريكا سبورت. حازم حلوه شيكابالا لابراهيم صلاح لحازم لكن كان مغطي على طول كواسي وحضن على الكوره عشان تطلع بره ورمي تماس لنادي افريكا سبورت. من عندك يا عم رمي التماس لازم واحد من الثلاثه اليكس مندومو او صلاح ونور السيد يكمل مع عمرو زكي ورزاق عشان نزود الضغط الهجومي على فريق افريكا سبورت. حازم تتخطف الكوره ورايا وفاول لنادي ازم دخله جامده وفاول لنادي الزمالك في المنطقة الفنية. واقف جوزيف أنطونيو الإيطالي المدير الفني لأفريكا سبورت وإسماعيل يوسف المدرب العام للزمالك يدي التعليمات للاعبته وشيكابالا وهوبا يا عمرو هوبا يا عمرو يا ولد يا ولد يا ولد كان لازم ينط لها نطة أعلى شوية لعبها هو واقف على الأرض شوية يحطها في البعيدة يحطها حلوة قوي قوي عمرو لكن طلع جنب القائم كوفي يلا عمرو يلا عمرو يلعبها على طول لصوماليا سنه صغير ومهاره عاليه شايفين المهاره بتاعتهم كبيره مندومو ويراجع الكوره على طول لعبد الواحد السيد. واحد يقول لي بقى لازم نهدى شويه بس نلعب الكوره اسرع ونزود الناحيه الهجوميه شويه. تطلع الكوره من عبد الشافي تروح لكوليبالي يلعبها لكافو ترجع الكوره ثاني عند تيميكو ويرجعها لصوماليا بينقلوا الكرة حلوة ازاي وبسرعة يتحرك لقدام الظهير الايسر روفن وكرة بالعرض عالية لكن يخش على طول فتح الله ويطلع الكرة بره لكن شايف الحكم مدي فاول على افريكا سبورت. طاقم التحكيم الكاميروني نات اليوم الحكم الدولي الكاميروني اللي بيحكم هذا اللقاء ادى فاول لنادي الزمالك. عبد الواحد السيد ربع ساعة تقريبا حتى الآن والزمالك متقدم بالهدف اللي جابه رزاق في الدقيقة الأولى من المباراة. عمرو زكي ومعاه اثنين لعيبة عمرو معاه اثنين هوبا عايز ياخد ضربة ركنية لكن يطلع الكورة على طول وباكورد كده تيميكو وتطلع الكورة بره قوي رمي التماس لنادي الزمالك. السرعة لازم الزمالك يلعب بسرعة عشان هم بيتحركوا بسرعة جدا ولازم افتح اللعب على الاجناب عشان هم بيقفلوا كويس في المقدمه فلازم نلعب على الاجناب وبسرعه شويه. قطع الكره من حازم لهاني سعيد لحازم استخطف الكره من حازم وشوف السرعه شوف السرعه وتطلع الكره بره اوت رامي التماس لافريكا سبورت. اعتقد الكابتن حسن شحاته والجهاز الفني شافوا اكتر من مباراه لافريكا سبورت وقروها كويس مباراه كلها حديثه هجمة من ناحية اليمين عند كوفي ويلم الكورة ويلم الكورة وشوطة تترد في مندومه لكن ترجع الكورة على طول عند رقم 26 فاليكو وتترد الكورة عند رزاق لعمرو زكي اثنين على اثنين. شوف كم واحد رجع بقى هم بسرعة رجعوا ازاي ويلعبها على طول تاني عمرو عايز يلعبها لشيكابالا
ممكن قوه في نادي الزمالك، لكن معاه واحد ووراه واحد وقدامه واحد. قاريين فريق نادي الزمالك كويس قوي، فريق افريكا سبورت، وترجع الكوره تاني شيكابالا من دومو، تتقطع الكوره وترجع لورا على طول لكواسي ياخدها شيكا من دومو يلعبها لشيكابالا، وشيكابالا بيلعب الكوره عاليه طويله عمرو ورزاق الاثنين مع بعض، لكن تتقطع الكوره وتروح على طول عند كوفي الظهير الايمن ويلعب كوره عاليه طويله. شوف بقى كم واحد ردوا ازاي من الدفاع للهجوم، بيعملوا الهجمات المرتده سريعه، لياقتهم عاليه جدا، وكره طويله يجري وراها على طول نور السيد لسه ما طلعتش بره، ويحضن على الكوره وفي زقه وفاول على من كوفي اوليه، تطلع الكوره فاول على نادي افريكا سبورت. داخل اهو على طول مع نور السيد، ادي كوفي اوليه اللي كان في نادي الزمالك رقم 30. عبد الواحد على طول بيلعب الكوره لنور، والكوره عند حازم امام، بيتحركوا في كل حته فريق افريكا سبورت، كل واحد مع واحد. شيكابالا بقى نقل من ناحيه اليمين ناحيه الشمال من دومو، فتح الله لازم نسرع لعبنا شوي. شيكا بيلعبها على طول تاني مش لحد، رايح لها كوفي الظهير الايمن ورجعها لحارس مرمى فابس. الماتش ده عايز مخ مش عضلات، ان الفرقتين على مستوى عالي، تترد كرة على طول تاني وتروح ناحيه اليمين، ولسه كرة معاه لمارشال، وبعدي ويلعب الكوره ناحيه اليمين لكوفي الظهير الايمن مع شيكابالا، ويرجعها لورا على طول تاني، ويعمل الكوره طويله مخاطره، اوعى حد يشوط، تطول الكوره لكن يلحقها تاني، وترجع عند رقم 14 سيرجي ميشيل لروفن الظهير الايسر، وشوطه جامده قنبله، لكن الحمد لله فوق العارضه، ضربه مرمى لنادي الزمالك. لياقتهم عاليه جدا، كابتن حسن عمال يقرا طبعا علشان طبعا الشوط الثاني. حازم وهاني تحضرنا بطيء شويه، يعني نسرعه شويه، نسرعه شويه، يلا فتح الله، فتح الله ويلعب كوره عاليه طويله عند على طول عام، تطول الكوره ويخش يلعبها على طول ساموليا، تطول الكوره عند هاني سعيد، صد رده، ترجع الكوره على طول تاني عند مارشيل لروفن، وروفن بيلعب الكوره على طول عند تيميكو، ترجع تاني روفن لكن تتقطع الكوره، وتروح الكوره على طول تاني حلوه، الرزاق رزاق 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 رزاق، ويلعب الكوره بالعرض لشيكابالا، شيكابالا واحد مع واحد، وهوبا ضربه ركنيه، ضربه ركنيه، جمله حلوه، لكن شيكابالا كان بعيد شويه، رزاق العبال والله حلوه حلوه. وادي داخل مع ساموليا بيليم ده رقم 7، وضربه ركنيه لنادي الزمالك. شوف رزاق قوة كبيرة جدا، لعبها صح جدا، لو شيكابالا قريب منها شوية كان شاطها وجابها جوه. ضربة ركنية شيكابالا، ويلعب الكرة عالية المرة دي، رايح لها فتح الله، هو الكور دي بيصطادها وراحت على طول، وهوبا رزاق، هوبا رزاق، لكن تروح لشيكابالا، شيكا شيكا شيكا، وهوبا فتح الله، وهوبا جوه الجول، يا راجل يا راجل، يطلع فابريس على طول يمسك الكرة، حارس مرمى افريكا سبورت. فرصة فرص فرص فرص، أي هدف في هذا اللقاء مهم جدا عشان مباراة العودة. مارشال روفن بيلعب الكرة من رجل لرجل، وتطلع الكرة على طول بغطي ورا، ويرجعها عبد الشافي لعبد الواحد السيد. شيكابالا مش مظبوطة معاه، أهو الرمية دي كده مش ماشية معايا شوية، اتلعبت رمية التماس، وترجع الكرة ورا على طول عند 14 مارشال، وعايز يخش ويشوط، وشوطة في ايد على طول عبد الواحد السيد. عبد الواحد اتنين مع اتنين، تطول الكرة وتروح لروفن الظهير الايسر، وبيعدل قدام اهو، وماشي من ابراهيم صلاح، شوف السرعة، افتحها على طول تيميكو، ومعايا لسه معاه الكرة، يرجعها لروفن الظهير الايسر لفاليكو، وسقط الكورة، وفتح الله يطلع الكورة على طول عند شيكابالا، عبد الشافي
برضو بقى لهم فتره ما لعبوش ماتشات، عقبال ما ياخدوا شويه على المباراه. تلعب الكره من كافور لشيكابالا، شيكابالا بيلعبها تاني تتقطع، ترجع الكره ثلاث اربع مرات للرقم 29 تيميكو، وترجع الكره لورا يلحقها قبل ما تطلع بره ويرجعها على طول صوماليا لحارس المرمى فابريس كواسي. يسلم لسيرجي مارشال، شوف السرعه بتاعتهم، يمسكوا الكره على طول ويرجعها ورا تاني. رزاق تتخطف من رزاق، بيتحركوا في كل حته. كوفي فتح الله ويلعب كره طويله مش لحد، ما يجريش وراها شيكابالا وتطلع بره اوت، وتبقى ضربه مرمى لافريكا سبورت. داخلين حوالي 24 دقيقه من زمن الشوط الاول، وما زال الزمالك متقدم بالهدف اللي جابه رزاق في الدقيقه الاولى من المباراه. فابريس حارس المرمى يلعب كره عاليه طويله، تترد على طول فتح الله. فتح الله بنحضر برضه ببطء شويه. هاني حازم يلعبها لهاني، كل واحد معاه واحد. هل هيكملوا المباراه كلها بالجري اللي بيجروه ده كله فريق افكا سبورت؟ نادر نور السيد بيلعبها على طول لعبد الشافي، ورامي التماس لنادي الزمالك. عبد الشافي شيكابالا حلوه المندومو، الله مندومو بيلعبها لعمرو زكي على طول، لكن صوماليا بيرجعها الحارس مرمى فابريس، بيطلع كوره بره اوت، رمي التماس لنادي الزمالك. اضغط على طول، لو ضغط الزمالك هيفرق معاهم كتير. شيكابالا نور السيد، هاني سعيد، حازم لسه ما شفناش جاريه منه، بيلعبها له اهي، هيبتدي يجري بقى. ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده، ايوه كده، عامل الاوفر، وتترد الكوره على طول تروح لروفن الظهير الايسر. لازم نستغل حازم امام بسرعته، وفاول على موندومو. بلم بلم فاول لنادي افريكا سبورت. هيلعبها على طول كواسي، كرة عالية طويلة، فتح الله، تروح كرة لعبد الشافي، ورامي التماس لنادي الزمالك. عبد الشافي يلعبها لعمرو زكي، تقطع منه الكرة ويلعب كرة أمامية، ثلاث نقلات بيلعبوها، يلم كرة حلوة كوافي، لكن يخش على طول فتح الله. وحازم فاضي اهو، العبها لشيكابالا، يلا يا شيكا. شيكا يبتدي يفتح فتحة ويلم الكورة ويغير اللعب على طول عند عمرو زكي، ما يلحقهاش عمرو، تطلع الكورة بره او ترمي التماس لنادي افريكا سبورت. كوفي تروح الكورة ضربة جامدة من اولي كوفي، دخل دخلة جامدة 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 على اعتقد على فتح الله، دخلة جامدة ان شاء الله تبقى بسيطة. ضربوا بكعب رجله، ضربوا بكعب رجله اولي كوفي اللي كان بيلعب في نادي الزمالك، لكن الفاول على فتح الله. تروح الكورة على طول عند مارشال رقم 14، يسقط كورة هاني سعيد على طول، لكن تترد الكورة على طول وترجع لرقم 27، يخش على طول يلعبها حازم، ترجع له تاني حازم، حازم يلعبها شيكابالا. شيكابالا لو فرد النهارده هيفرق كتير جدا جدا جدا. موندومو فتح الله، ابتدي الهجمة نادي الزمالك. فتح الله هاني، شوفوا هما بيلفوا في كل حته في الملعب، اللياقه بتاعتهم نفعاهم جدا، بيلعبوا طبعا على طول في الدوري حاليا، وكره عاليه طويله فابريس على طول حارس المرمى يطلع ياخد الكره بايده على طول، بيلعبها لمارشال رقم 14 لروفن،
الظهير الايسر ويلعب كره عاليه طويله تيجي على طول ويصلحها وتروح لشيكابالا يلعبها له حلوه ويتحرك ابراهيم صلاح يلم الكوره يلا يا ابراهيم يلا يا ابراهيم لسه كوره معاه ويلعبها على طول لشيكابالا ولمسه المندومو مندومو يلعبها نور السيد يلم حلوه ولم حلوه وكمل بيها ويفتح اللعب عند حازم لابراهيم صلاح ابراهيم صلاح لمندومو ويلعبها ضعيفة في ايد على طول فابريس حارس مرمى افريكا سبور كوفي الظهير الايمن شوف السرعة شوف السرعة شوف السرعة بيعدي من عبد الشافي ويكمل لقدام على طول تيميكو رقم 29 وبيعدي ويلعب الكرة من ورا فتح الله ويخش فتح الله يلحق الكرة كان طلع من الجون عبد الواحد السيد عبد الشافي لسه كرة مع عبد الشافي ويسقطها على طول لعمرو زكي وترد الكرة عند نور السيد يلعبها حلوه لابراهيم صلاح يلا يا ابراهيم ويلعبها على طول لشيكابالا يلا شيكابالا واحد مع واحد يا شيكابالا هوبا 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 يلعبها حلوه هوبا يخش فابريس حارس مرمى افريكا سبور ويقطع الكوره كوره كان ممكن يجي منها هدف تروح الكوره على طول لتيميكو اللي اتنقل ناحيه اليمين بيلعب في نص الملعب ناحيه اليمين ومعادي قدام لكن جاي معاه عبد الشافي يقطع ويلعبها على طول عند هاني سعيد لعبت الكرة على طول لحازم وماشي حازم عمرو يلعبها لشيكابالا لحازم عايز يجري حازم يرجعها لشيكابالا تاني ويلعبها طويلة تترد وتروح لحازم وماشي حازم ومندومو حازم يعدي وتروح لمندومو يرمي الكرة وتقطع الكرة بره اوت رمي التماس لأفريكا سبورت داخلين على الدقيقة 30 نص ساعة من أحداث الشوط الأول حتى الآن في دور ذهاب دور 32 بين الزمالك وأفريكا سبورت والزمالك متقدم بالهدف اللي جابه رزاق في الدقيقة الأولى من المباراة يطلع الكرة على طول تاني رزاق 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 يفتح كرة لشيكابالا وهوبا تتقطع الكرة على طول تاني لكن يخش يقطعها كواسي ترد الكرة عبد الشافي ويلعب كرة عالية طويلة ملهاش صاحب زي ما بنقول كده واحنا بنعلق يوقفها حلوة روفن الظهير الايسر وكرة عالية طويلة راجع لورا عمل العمق الدفاعي هاني سعيد ويسيب الكرة لعبد الواحد السيد يلا يا اولاد ده احنا قلنا الجول الاولاني ده هيفتح نفسنا كلنا تعبت الكرة على طول تاني لنور السيد كرة طويلة مغطي صوماليا ابراهيم صلاح موندومو بيلعبها له كده لكن تتقطع الكوره ويهجم بيها كوليبالي يفتح اللعب ناحيه الشمال مع كوره وعايز يعدي روفن ويرجعها ورا ل 27 كوليبالي نقلتين وتترد الكوره وتيجي في رجل موندومو ويلم الكوره تيميكو وعايز يعدي اهو وتطول الكوره وتروح لنور السيد يفتح اللعب عند عمرو زكي روح قابل عمرو زكي يلعب كرة جامدة ودخل عليه دخلة جامدة صوماليا رقم 7 وبياخد انذار ياخد انذار صوماليا رقم 7 انذار دخلة جامدة في عمرو زكي لسه واقع عمرو زكي ودخل معاه جامد اهو يخش يضرب بيضربه جامد جدا برضو ولسه واقع عمرو زكي حط رجله في الكرة هنشوفها تاني لو عدناها انذار رقم 7 صوماليا بيلم بيتكلم مع الحكم ويداله الانذار يبدو انها اصابة قوية شوية والدكتور ايمن فريد طبيب نادي الزمالك ومحمد السيد معاه بيطمئنوا عليه ان شاء الله يقوم يا عمرو احنا محتاجينك وهيخرج بره اهو احمد جعفر بيسخن يا ريت يكمل اي غيابات بتاثر على الفرقه وخرج عمرو زكي ان شاء الله كده يعود ما رضاش يركب العربية وخارج بره اهو يكمل علاجه اي لاعب طبعا يقع على الارض لازم يخرج بره الملعب وهينزل تاني اهو رمت
فاول اتلعبت الكوره على طول من فتح الله. اتلعبت لابراهيم صلاح لشيكابالا. لسه عمرو زكي بيتعالج بره. حازم حازم وحرقة. السرعه السرعه يقطعها روفن على طول ويلعب الكوره على طول عند مارشال لروفن تاني الظهير الايسر وكوره عاليه طويله. هاني سعيد وفتح الله لازم يعملوا عمق دفاعي ورا شويه عشان بيلعبوا الكوره الطويله. عايزين يسقطوا كوره من وراهم وعدى بيها لكن يا ولد يا ولد يا ولد يخش على طول تقطع الكوره تروح لابراهيم صلاح وفاول على هاني سعيد. الحكم مديها فاول على هاني سعيد. الحكم الكاميروني نات اليوم مدي فاول على نادي الزمالك. نزل عمرو زكي خد اذن ونزل. داخلين على الدقيقه 34 من زمن الشوط الاول. واحد زمالك لا شيء افريكا سبورت. وفاول وحائط بشري لنادي الزمالك كلهم راجعين ورا ما عدا شيكابالا ورزاق. الكور الثابته بقت خطره جدا جدا جدا. عبد الواحد السيد بيظبط الحائط البشري. فاول امام الكابتن حسن شحاته اهو. والحكم بيوقفهم على بعد 10 ياردات. والفاول لنادي افريكا سبورت. سيرجي مارشال يصلحها لورا وشوطه فوق. ضربه مرمى لنادي الزمالك. ضربه مرمى لنادي الزمالك. هيلعبها عبد الواحد السيد. بدلاء نادي الزمالك النهارده جندش واحمد حسن واحمد توفيق وصبر الرحيل وسعيد قطه واحمد جعفر وعمر جابر. حازم نوندومو هاني شيكابالا. كره عاليه طويله يرد على طول كواسي ويلم الكره وتروح لنور السيد. موندومو ويلعب كره عاليه طويله رزاق وتتخطف الكره منه لكن في زقه وفاول على رزاق. فاول على الزمالك. هيلعبها فابريس حارس المرمى. لعيب مميز جدا 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 أليكسيس موندومو كان بيلعب في نادي الترجي التونسي. وهاني تطول الكرة وتعلى فتح الله يلعب الكرة على طول وشيكابالا بيرجعها بالهيد على طول لعبد الواحد السيد عشان يمسكها ويلعبها عالية طويلة تتقطع الكرة وتروح لعمرو زكي. عمرو زكي شيكابالا يلا يا شيك الله لعمرو زكي يلا يا عمرو العبها لشيكابالا تاني وشيكابالا شيكابالا شيكابالا عايز يحطها بالرجل وتتقطع الكوره وترجع الكوره على طول لمارشال وماشي مارشال ويلعب الكوره اماميه ترجع الكوره ورا الرزق وتخطف الكوره وتروح تاني الروفن الظهير الايسر بيلعب كوره عاليه طويله تملي لسه الكوره معاه ويلعبها بالعرض على طول لمارشال رقم 14 يفتح اللعب عند كوفي الظهير الايمن رقم 6 ومعدل قدام ومعدل قدام ويلعب كوره خطره 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 في رايه وصفاره وفي تسلل تسلل على افريكا سبورت وابتدوا يعملوا لون تايت. لياقه عاليه جدا جدا واضحه جدا في ادائهم وطبعا مؤثره شويه طبعا عشان هيبينها جدا اهي. هشام عبد الودود مخرجنا النهارده عمال يجيبها طبعا عشان تبان. هاني يبتدي الهجمه لنادي الزمالك زي ما بقول لازم واحد من ابراهيم صلاح او نور السيد يكمل مع عمرو زكي ورزاق عشان يبقى نادي الزمالك ضاغط ان هم فعلا ما فيش الا هم الاثنين ممسوكين على طول وتروح الكره لعبد الشافي. نلعب الكره بسرعه شويه عبد الشافي تطلع الكره بره قوي ترامي تماسك لنادي الزمالك. كل ما بستنى بالكره شويه بيرجعوا لورا وبقفلوا. عمرو زكي داخل دخله جامده جدا كوفي رقم 6 تطول الكوره ويرجعها ورا على طول لرقم 26 بيبتدي الهجمه. فاليكو تتخطف الكوره مش بيخشوا جامد ازاي لموندومو لحازم شيكابالا. حازم حازم يلعبها وداخل عليه والحكم مدي فاول لنادي الزمالك. نات اليوم الحكم الكاميروني مدي فاول لنادي الزمالك. داخلين على الدقيقة 38 من زمن الشوط الأول والزمالك واحد لا شيء أفريكا سبورت. رزاق في الدقيقة الأولى من بداية المباراة. شيكابالا هيلعب الفاول.
وعليا هوبا يطلع فابريس على طول يخطفها قبل عمرو زكي. لعبت الكرة على طول عامل سبرنت كده يا عبد الشافي ويسيبها تطلع بره ورمي التماس لنادي زمان. عبد الشافي رزاق يلعبها قصيرة تيجي في عبد الشافي وتطلع بره ورمي التماس لأفريكا سبورت كوفي وتطلع الكرة تروح على طول عند هاني موندومو يلعبها لعبد الشافي تتخطف منه كوفي أولي تتخطف منه وترجع الكرة ورا تانية عالية لكن مغطي حازم ويسيبها لعبد الواحد السيد. وجود حازم ورا برضو السرعة بتاعته بتفرق كتير جدا. شوف عمل سبرنت في الكرة اللي فاتت. إبراهيم صلاح عدم لعب الزمالك برضو ماتشات باين قوي في أدائهم يلعبها على طول تاني وحشة تتقطع الكرة لحازم وتعدي لكن يخش يقطعها حلو إبراهيم صلاح ولعبها لشيكابالا. يلا يا شيكا يلا يا شيكا يلا يا شيكا لسه الكرة معاه ولعبها بالعرض حلو لعمرو زكي. عمرو زكي لم الكرة ويستنى ولعبها تاني اهو جنبه شيكابالا يلعبها لشيكابالا وبيكمل لقدام حازم امام لكن اتاخر الكرة لسه بيصلحها اتخطفت منه على طول وتتخطف تاني منهم وتترد الكرة بالعرض عن كواسي. كواسي بيلعب كرة امامية شوف بيغير اتجاهاته بسرعة ازاي لكن تتقطع الكرة تروح لرزاق وترجع تاني لعبد الشافي يلعب الكرة على طول يلعبها على طول تاني لابراهيم صلاح. ابراهيم صلاح يلعب الكرة لنور السيد. نور السيد يلعبها على طول من دومو لشيكابالا لازم السرعة شوية يا جماعة جاي له حازم امام وحلوة وهوبا حازم وعرقلة والحكم بيقول العب ما فيهاش حاجة ياخدها روفن الظهير الايسر ويلعبها بالعرض على طول تاني عند كواسي لرقم 27 كولو بالي لكوفي ظهير الايمن بيتحركوا البعض على طول اهو كله بيكمل كان بيدافعوا دلوقتي كملوا لقدام وهجمه خطره الحمد لله اتلعبت من ورا طلع له عبد الواحد عايز يلعبها الكوره تطلع بره قولي كوفي بقول لحضراتكم لعيب خطر جدا رقم 30 من اللعيب الخطره ابراتيت رجعت الاماره معاه الكوره اللي فاتت هي اللي ما اتحسبتش حاجه وضربة مرمى لنادي الزمالك. هاني سعيد يلعبها على طول تاني لموندومو حازم فتح الله واحد يقول لي الزمالك ليه كده بطيء شويه طب بلاش ما بيلعبش ما فيش حتى مباراه تجريبيه فطبعا مقصره شويه على اداء اللاعبين تروح لموندومو يرجعها لهاني بالعال على طول بيلعبها لحازم. حازم يسقط كرة حلوة لابراهيم صلاح. ابراهيم صلاح وبيكمل مع حازم صعبة جدا جدا رايح على طول كواسي رقم 5 ويطلع كرة بره قوي ترمي التماس لنادي الزمالك. اتلعبت الكرة على طول تاني شيكابالا بيلعبها حلوة لعمرو زكي. يلا عمرو بيكمل له من ناحية الشمال نور السيد تتقطع الكرة ورايح لها على طول اهو عبد الشافي تطول الكرة وتطلع بره ورمي التماس لنادي الزمالك. عبد الشافي يلعب الكرة على طول عند عمرو زكي وفاول على عمرو زكي دخل مع صوماليا رقم 7 وزق كده والحكم مديها فاول على عمرو زكي. صوماليا كواسي ويلعبها على طول مارشال ترجع له تاني الكواسي يلعبها لكولوبالي رقم 27 لروفن الظهير الايسر تملي عنده النزعه الهجوميه لكن يا ولد يا ولد يا ولد يا حازم يطلع كرة بره اوت والحكم مديها رامي التماس لنادي افريكا سبور. رامي التماس ادي قدامنا اهو روفن الظهير الايسر لعيب مميز جدا جدا عنده نزعه هجوميه وبيتحرك لقدام على طول وسريع يقطعها لعبد الشافي ويلعب كرة طويله عبد الشافي الرزاق لكن تتقطع الكرة وتروح لروفن تاني الظهير الايسر وبيلعب الكرة العالية على طول فتح الله تطول الكرة ويرجعها ورا عند هاني عند حازم بتتقطع منه مفيش ترقيص في الحتة دي يا حازم ومعاه الكرة لسه وعايز يلعب الكرة بالعرض يرجعها لورا تاني ويعمل كرة بالعرض عالية لكن بيطلع على طول هاني لابراهيم صلاح شيكابالا وشيكابالا بيلعبها على طول تاني لعمرو زكي. يلا يا عمرو العبها على طول تاني حلوة لشيكابالا شيكا 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 وماشي شيكا وترقيصة مش ماشية معاك النهاردة شيكابالا يقطعها كواسي رقم 5
يلعبها لسيرجي مارشال رقم 14 ويلعب كرة عالية طويلة. الليبرو فين؟ الليبرو عبد الواحد السيد الكور اللي زي دي يطلع على طول من ورا خط الدفاع ويقطع الكرة. يلعبها لهاني سعيد. هاني حازم يلا يا اولاد كمل قدام يا نور انت وابراهيم صلاح اللي ابتدى يكمل لقدام وتلعب الكرة عالية طويلة. صوماليا دخل معاه عمرو زكي تروح لشيكابالا يغمزها وحشة تتقطع الكرة على طول وتروح لكولوبالي وتترد الكرة على طول تاني يلعبها الكوفي الظهير الأيمن رقم 6 وماشي كوفي وبيهاجم بيهاجم بيهاجم ويلعب الكرة ناحية اليمين لرقم 29 تيميكو لعيب من اللعيبة الخطرة جدا وماشي ماشي تيميكو دخل بيها جوه لكن مندومو بعقل جدا بيقطعها لكن في فاول على ابراهيم صلاح في فاول او على نور السيد هنشوف هيدي الانذار لمين الحكم عايز يدي انذار لحد لا دي ابراهيم صلاح ولا نور السيد بيتكلم مع اللعيبه ما اداش حاجه عشان ما رفعلوش المساعد ادي على طول عبد الشافي معاه بقول لحضراتكم لعيب خطر جدا رقم 29 تيميكو اللي معاه الكوره ده والفاول والفاول هيلعبوا رقم 26 فاليكو كوره خطره الزمالك عامل حائط بشري وبيسقط الكوره وهوبا ترد الكوره على طول وتطلع الكوره شوف الحكم مدي ضربه ركنيه ضربه ركنيه لافريكا سبورت وداخلين على اخر دقيقه من زمن الشوط الاول نلعب في الدقيقه 44 هنشوف في وقت بدل ضايع قد ايه وضربه ركنيه لافريكا سبورت ضربة ركنية صاحب قدم يسرى من ناحية اليمين هيلعبها عشان تبقى عاملة اللولبة روفن هو اللي هيلعبها التملي زي ما بنشوف الدوريات الأوروبية التملي الضربات الركنية بيبقى فيها شد وجذب من اللعيبة أمام المرمى لكن على طول الحكم نات أليوم وخد باله واتلعبت الكورة وعبد الواحد بيطلعها تاني ضربه ركنيه ضربه ركنيه تاني لنادي افريكا سبورت هتلعب كوره نلعبها المره دي عاليه ويطلعها تاني عبد الواحد السيد دقيقتين وقت بدل ضايع هيلعبها تاني برضو اولي كوفي هو اللي بيلعب الضربات الركنيه دي كلها بيسقطها وخطره خطره خطره الحكم اداها ضربه ركنيه رابع من الناحيه التانيه رايح لها رقم 18 كواكو سيري كواكو لكن هيلعبها روبن هو اللي هيلعب الضربه الركنيه صاحب قدم يمنى ونادي الزمالك كل واحد بيمسك واحد واقفين كلهم قدام عبد الواحد السيد واتلعبت الكره عاليه ويتخش وفاول ثلاثه دخلوا على عبد الواحد والحكم مديها فاول لنادي الزمالك بنلعب في الدقيقه الثانيه في الوقت بدل الضايع على المحتسب الدقيقتين وفاول لنادي الزمالك هيلعبها عبد الواحد السيد عبد الواحد هيلعب الفاول وعالية طويلة كوفي رد فتح الله يطلعها على طول تطلع الكرة وتطلع برا ورمي التماس لأفريكا سبورت كوفي الظهير الأيمن إبراهيم صلاح مندومو يا ولد يا مندومو شيكابالا وبيتحرك له إبراهيم صلاح وحازم إمام وهجمة آخر دقيقة هجمة آخر دقيقة لحازم حازم حازم واحد مع واحد مع روفن الباك الشمال وعدى وعليا يا يا عمرو زكي يا عمرو 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 وبط رجله في القائم الأيمن جون 100% جون 100% لعبها ببط رجله في القائم الأيمن
تترد وتخرج بره. هنشوفها تاني اهو يا ولد يا حازم، يا ولد يا حازم، ورزاق اهو، والعمر زكي، وهوبا نشن في القائم الايمن. فرصة كبيرة جدا جدا جدا. معلش ان شاء الله ربنا يسهل ويعوضها. فتح الله، فتح الله، فتح الله، ويطلع كرة ويزحلق وتطلع كرة ما طلعتش، بيخش ياخدها، وخطرة خطرة خطرة، ما يشوطش، وشوطة جامدة بره بره بره. متهيألي خلصت الدقيقتين اهو، احنا دخلنا في 4 دقايق، ويصفر الحكم الكاميروني نات اليوم عشان ينهي الشوط الاول في لقاء الذهاب في دور 32 بين الزمالك وافريكا سبورت، وانتهى الشوط الاول بتقدم الزمالك بهدف رزاق اللي جابه في الدقيقه الاولى من زمن المباراه. ان شاء الله ربنا يوفق نادي الزمالك ونشوف شوط تاني احسن من الشوط الاول، والفرص اللي ضاعت دي كلها ان شاء الله يعوضها نادي الزمالك استراحه قصيره ولنا عوده مع بدايه الشوط الثاني باذن الله. نزل نات اليوم حكم المباراه الكاميروني، ومساعدي الحكم الاثنين بيفتشوا على الشباك، تعليمات طبعا لازم تتنفذ. وشايف في تغيير واحد اهو، بامبا اسيكا هنشوفه يلعب مكان مين، رقم 20 اهو قدامنا. هنبتدي احداث الشوط الثاني، والنات اليوم الحكم الكاميروني بيبص للمساعدين بتوعه. ويظبط مع الحكم الرابع. وابتدى الشوط الثاني على بركة الله كده ان شاء الله، ويخش رقم 29 تقطع الكورة وترجع لورا ويلعبها بالعرض، وخطرة خطرة خطرة، يلعب على طول عبد الواحد السيد، وترد الكورة على طول تاني، ترجع الكورة لورا. هنشوف بقى تعليمات جوزيف أنطونيو وكابتن حسن شحاتة ايه للعيبة بتاعتهم. وقلنا نفتح اللعب على الاجناب برضو، لازم نستفيد باللي حصل في الشوط الاول. كوره عاليه طويله داخل هاني سعيد، هاني سعيد وداخل معاه لاعب رقم 29، وتطول الكوره وتروح على طول لفتح الله. فتح الله بيلعب كوره طويله لرزاق، رزاق ومعاه سوماليا رقم 7، يراجع الكوره لجونو فابريس حارس مرمى افريكا سبورت، يلعبها على طول عند كوفي محمد الظهير الايمن. كوره عاليه طويله تترد على طول عند اولي كوفي، لكن تتخطف الكوره وترجع لهاني سعيد، وبره رجله بيلعبها لشيكابالا. شوف مساحات فاضيه اهي قدامه شيكابالا، وبيتحرك له لقدام حازم امام، بيتحرك له لقدام حازم امام، ويطلع الكوره بره اوت. في ايه؟ في لاعب واقع من نادي الزمالك، وخارج رقم 18 سيرجي كواكو، وينزل مكانه رقم 20 أسياكا رقم 20. تغيير الأول لنادي أفريكا سبورت، موندومو كان واقع على الأرض أهو، لكن قام الحمد لله أدى أداء طيب جدا. خارج سيرجيو كواكو رقم 18 بيلعب في نص الملعب، ولعب مكانه أسياكا رقم 20. التغيير الأول والوحيد حتى الآن لفريق نادي أفريكا سبورت. اتلعبت رمية التماس وبرجعها باخلاق الفرسان زي ما بنقول في التعليق دايما لعبد الواحد السيد، عشان الزمالك هو اللي كان طلع الكوره بره. عبد الواحد السيد داخلين على الدقيقه 3 تقريبا من زمن الشوط الثاني، وتطول الكوره على طول بيطلعها روفن الظهير الايسر، ويزقها على طول عبد الشافي، تطلع الكوره عاليه طويله، وبتتلعب الكوره عند حازم امام. حازم يلعبها شيكابالا، شيكابالا بيلعبها طويلة على طول، لكن تتقطع الكورة وتروح الكورة على طول لرقم 27 كوليبالي، لكن فاول لنادي الزمالك، فاول لنادي الزمالك. هيلعبها شيكابالا، كل الفريق افريكا سبور راجع لورا، وشيكابالا بيسقطها جوه ال 18، بسقطها فعلا عاليه تطول الكره ما لحقش فتح الله
وتطلع برا ضربة مرمى لنادي أفريكا سبورت. فابريس أوكاوا حارس مرمى أفريكا سبورت. هنشوف بقى تعليمات جوزيف أنطونيو المدير الفني الإيطالي لأفريكا سبورت وكابتن حسن شحاتة المدير الفني المصري لنادي الزمالك صاحب الشعبية الطاغية في أفريقيا. وكل أعضاء كنت قاعد مع رئيس الوفد بتاعهم دلوقتي قاعد كلهم بيشكروا في كابتن حسن شحاتة. بتلعب الكورة على طول حازم حازم ويعمل الأوفر لشت من على وش رجله وتقطع الكورة برا ضربة مرمى لنادي أفريكا سبورت. لكن الناحية اليمين في نادي الزمالك شغالة على الناحية الشمال. حازم بيتحرك لقدام على طول وبيستغل سرعته. لازم برضو عبد الشافي برضو يفتح اللعب ناحية الشمال إن أخطر كور للمدافعين الكور اللي بتيجي بالعرض. فابريس حارس مرمى أفريكا سبورت هيلعب ضربة المرمى ولسه برضو زي ما بقول لازم تسديد على المرمى. ما شفناش ولا تسديدة حتى الآن على مرمى أفريكا سبورت. ترجع كورة عند رقم 27 على طول كوليبالي يرجعها لكواسي لسوماليا لكوفي محمد الظهير الأيمن ويلعب كرة أمامية ينقلوا الكرة يلعبها ناحية الشمال ودخل بيها لجوه رقم 29 تيميكو ولعب خطر جدا لكن في راية وصفارة وتسلل على تيميكو رقم 29 عبد الواحد السلام هيلعب الكرة. وشايف برضو في كابتن حسن شحاتة بيقوم أحمد جعفر بيسخن والمدير الفني جوزيف أنطونيو الإيطالي لأفريكا سبورت بيكلم برضو مع المساعد بتاعه عبد الواحد ويلعب الكرة عالية طويلة داخل على طول كواسي يلعبها لتيميكو تطول الكرة تروح لهاني سعيد مندومو يا ولد يا مندومو يلعبها على طول تاني لإبراهيم صلاح لحازم حازم الشيكابالا إبراهيم صلاح مندومو عجبني جدا جدا مندومو لعيب عنده خبرة كبيرة كده ولعيب هادي على طول تروح لعبد الشافي يغمزها تتقطع منه الكورة وتروح الكورة على طول عند كوفي محمد الظهير الأيمن ينقلها لكولوبالي يقطعها تاني عبد الشافي عمرو زكي تتخطف الكورة وتروح تاني لكولوبالي لكوفي الظهير الأيمن ويلعب كورة عالية طويلة حازم حازم ويرجعها على طول لعبد الواحد السيد بإيده الشيكابالا يلعبها على طول تاني تتقطع لازم السرعة شوية تروح على طول لتيميكو وفاول على إبراهيم صلاح هادي تيميكو هو رقم 29 لعيب خطر جدا وكان كابتن أسامة نبي قال لي تيميكو وقولي كوفي الاثنين لعيبة خطرين جدا فرجوا عليهم في الماتشات كتيرة وهم حاطين عينهم عليهم نادي الزمالك وهيلعبها كولوبالي دالا رقم 27 هيلعب الفاول وسقطها جوه وبالهد وتطلع الكوره بره ضربه مرمى لكن الحكم مديها ضربه ركنيه لنادي افريكا ضربه ركنيه هيلعبها كولوبالي النادي الزمالك عنده لعيب برده اسمه كولوبالي طبعا كان لعيب مميز جدا كولوبالي دالا هيلعب الكوره ضربة ركنية شوف بيقف قدام عبد الواحد السيد ازاي عاملين له ساندويتش في وسطيهم عبد الواحد واحد قدامه واحد وراه اتلعبت الكورة وعبد الواحد يمسكها على خط المرمى مسكها من على خط المرمى ودخل قدامه وطبعا الحكم لازم يدي فاول وادى فاول فعلا هو طبعا هو مدافع كان طالع لقدام سوماليا فبيعمل كده لغاية ما يعمل فاول ويرجع لورا هاني ابراهيم صلاح عبد الشافي اللي عايزين يزود الناحية الهجومية اللي بيمتاز بيها فتح الله كرة عالية طويلة رزق 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 ويقطع الكرة لكن فابريس داخل معاه على طول حارس المرمى قرص صبعة من الكرة الأولانية واخد باله قوي من انطلاقات رزق وحط الكرة على الأرض وبيلعب الكرة عالية طويلة لرأس الحربة كوفي أولي يلعبها باليد على طول تاني إبراهيم صلاح يلعبها من دومه ويخش على طول تاني يلعبها لرزاق ماشي رزاق رزاق ومعه سوماليا رزاق وسوماليا رزاق يراجع كرة لورا عبد الشافي
على طول عند ابراهيم صلاح موندومو بيتحرك حازم امام بيلعبها له جامده 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 ما يلحقهاش حازم. يعني تعليمات الكابتن حسن شحاته واضحه اهي ولازم يستفيد من حازم امام اللي هو قاعد قوه نادي الزمالك دلوقتي بسرعته من ناحيه الطرف اليمين. نقلتين ثلاثه ترجع على طول لكواسي موندومو وترد الكوره على طول تاني. شوف المهاره بتاعتهم والسرعه بتاعتهم يلعبها على طول تاني وهو بيقع على الارض للتيميكو هاني سعيد يلعبها على طول تاني لعمرو زكي. عمرو زكي مستني شيكابالا 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 ويلعبها له طويله لكن يلحقها شيكابالا المره دي وداخل عليه روفن الظهير الايسر يلعب الكره حلوه لابراهيم صلاح وهوبا يا راجل كان يقدر يشوطها لكن بيرجعها على طول لدادن يلعبها على طول نور السيد وتروح المره دي عند عبد الشافي وعبد الشافي بيلعبها عاليه لكن يطلع على طول كواسي ترجع لعبد الشافي تاني وقف على بوش رجله ويرجعها لعبد الواحد السيد. عبد الواحد نادي الزمالك كده يفضل ضاغط بقى يرجع لعيبه افريقيا سبور لنص ملعبهم وكره عاليه طويله سابق اهو عمرو زكي وداخل معاه على طول كواسي عبد الشافي نور نور موندومو نور ويلعبها لحازم لعبد شيكابالا حلوه بالمقاس شيكا وروفن وشيكا بيلعبها تترد وترجع على طول الكوره تاني لحازم عايز يرقص اهو سريع اللي داخل معاه مش سايبه تيميكو رقم 29 ويلعبها لكوفي اولي كولي كوفي يلعبها تاني لكوليبالي بينقل الكورة بالرجل الرجل اهو بيلعبها مارشال رقم 14 لكوفي رقم 6 الظهير الايمن ويلعب كورة امامية ويصلح الكورة لكن هاني سعيد يقطع الكورة على طول ويلعبها لابراهيم صلاح وكورة عالية طويلة ما اتظبطتش وتطول الكورة بيطلعها كواسي رقم 5 لكوفي وكوفي بيرجعها على طول تاني لكن تتقطع الكورة تروح شيكابالا وهجمة نادي الزمالك وماشي ابراهيم صلاح وهوبا ابراهيم هوبا ابراهيم اتهلع على رجله الشمال هوبا يا عمرو يا عمرو يا عمرو والله لعبها ببطن رجله صاروخ هيحطها في الزاويه الشمال يلمسها بطراطيف صوابعه فابريس وطلعها ضربه رجليه شيكابالا يلعبها على طول تاني لابراهيم صلاح يرجعها لشيكابالا وعمل اوفر وفي رايه اهو وفي رايه تسلل تسلل على شيكابالا وساعد الحكم اهو إيفرست ندى يدي تسلل على شيكابالا فابرس حارس المرمى هيلعب الكرة فرصة كبيرة بتاعت عمرو زكي ومنساش بتاعت آخر دقيقة بط رجله في القائم الأيسر الكرة اللي جات له لعبها جات في القائم وخرجت تغيير اهو خارج عمرو زكي أحمد جعفر نازل كان عمرو زكي اول تغيير في نادي الزمالك تغيير هنا وتغيير هنا وخرج عمرو زكي يبدو ان هو اصيب في الكره اللي فاتت وبيقابله كابتن حسن شحاته وبيسلم عليه كره اتلعبت عند موندومو وتروح الكره على طول لفتح الله يطلع الكره عليه وتترد الكره على طول تاني لكن ترجع لتيميكو رقم 29 وتروح الكره على طول تاني لابراهيم صلاح لحازم وحازم بيلعب كره عاليه طويله بيتحرك لقدام على طول احمد جعفر لكن بيطلعها رمي التماس صوماليا تبقى رمي التماس لنادي الزمالك شيكابالا هيلعب الكوره يبدو ان عمرو زكي في الكوره اللي اتخبط فيها اثرت عليه فكابتن حسن شحاته غيره باحمد جعفر وتلعبت الكوره عند احمد جعفر ويلعبها بالهيد حلوه وتترد الكوره ونادي الزمالك بيقول جت في ايد واحد لكن ياخدها كولوبالي وتترد الكوره على طول تاني ترجع لكولوبالي تاني وماشي كولوبالي ويلعب كوره عاليه طويله وبيتحرك لقدام اوعى كوفي اوعى كوفي رقم 30 وطلع الكرة على طول فتح الله ضربة ركنية لنادي افريكا سبورت الكرة اللي عملها قبل ما يخرج عمرو زكي ببط رجله كانت رايحة في الزاوية يا الله وعلى الارض لكن فابرس حارس المرمى لافريكا سبورت يطلعها بطراطيف صوابعه بره ضربة ركنية ضربة ركنية لفريق افريكا سبورت هلعبها كولوبالي دالا كولوبالي رقم 27 نفس الوقفة هو حاطين ساندويتش كده عبد الواحد السيد واحد قدامه واحد وراه عشان ما يقدرش يطلع ويلعبها بالبوكس على طول لكن تترد على طول الكرة الكواسي وعايز يتقدم لقدام وشوطة جامدة تترد وشوطة تطلع الكرة برة وضربة مرمى لنادي الزمالك هجمتهم المرتدة خطرة ولازم نادي الزمالك لو قدر يجيب الهدف الثاني يبقى بركة
وهيلعبها عبد الواحد السيد ضربة المرمى عالية طويلة، الكور العالية بقى يستفيد منها أحمد جعفر، لعبها بالهيد على طول لكن بيطلعها روبن ويصد على طول هني، ترجع على طول لصوماليا لكوفي الظهير الأيمن ويلعب الكرة بالعرض على طول تاني. لازم الزمالك يمسك كل لعيب ما يسيبش مساحات فاضية، ولازم يبقى وراه بخطوة كده عشان هم صراع. لسه الكرة مع كولوبالي بيلعبها حلوة لكن داخل معها على طول ما يسيبش الكرة، وترد الكرة ورا تاني لفتح الله. فتح الله بيلعبها على مامية لنور السيد، نور بيلعبها طويلة لكن بيلعبها بعقل قوي كواسي لكوفي الظهير الأيمن. لازم برضو يبقى فيه مساحات كده، ولازم أحمد جعفر يتحرك. يا ولد يا ولد يا بندومو يا ولد يا بندومو، خد كرة قطعها حلو قوي لأحمد جعفر، يلعبها لشيكابالا، شيكابالا بيلعبها على طول أحمد جعفر ويعدي بيها لكن يزقها ويطلعها بره ورامي التماس لنادي الزمالك. هيعمل والله هعمل لهم مشكلة، جسمه جامد أحمد جعفر. شيكابالا ويلعب الكرة عالية بندومو لكن تترد وتروح لنور السيد، بيحضن على الكرة عشان تطلع بره قوي ترامي التماس لنادي الزمالك. داخلين على الدقيقة 15 من زمن الشوط الثاني، وما زال الزمالك متقدم بالهدف اللي جابه رزاق في الدقيقة الأولى من بداية المباراة. نور السيد وعمل أوفر، كانت رايحة والله لشيكابالا لكن تتخطف منه على طول، يطلعها روفن الظهير الأيسر. رامي التماس لنادي الزمالك، الزمالك ابتدى يلعب على الأجناب وهي دي هتشكل خطورة على مرمى أفريكا سبور. يلعبها على طول عند أحمد جعفر وبيلعبها بالهيد مميز جدا بضربات الرأس. كولوبالي ويلعب كرة طويلة على طول عند عبد الشافي، لمسة واحدة لفتح الله ويلعبها المرة دي عند شيكابالا، يلحق معاه على طول روفن وتطلع كرة برة أو ترامي التماس لأفريكا سبورت. روفن الظهير الأيسر لأفريكا سبورت وتطلع كرة برة، رامي التماس لنادي الزمالك، هيلعبها حازم لابراهيم صلاح، فتح الله لازم حد يفتح ناحيه الشمال زي ما بقول لازم نفتح من ناحيتين. شوف عبد الشافي ما كان بيتحرك تملي لكن عنده تعليمات، يبدو انه هو ابتدى يتحرك. مندومو بيلعبها له اهي لكن تطول الكوره وياخدها كوفي قبل نور السيد ويحضن على الكوره وياخد رامي التماس لافريكا سبورت. عبد الشافي النهارده قايم بالواجب الدفاعي اكتر من الناحيه الهجوميه اللي كانت بتميز عبد الشافي. يلم كوره وفاول لنادي الزمالك. فتح الله وكان داخل معاه اولي كوفي، رجعها لهاني يسلمها على طول ابراهيم صلاح، حازم يرجع حاله تاني. شوف كل واحد معاه واحد من نادي الزمالك. ابتدى الزمالك يغير اهو من ناحيه اليمين والشمال لكن هم على طول باللياقه بتاعتهم هم بيغطوا كل المكان. اتلعبت الكوره على طول تاني النور مندومو هاني ابراهيم صلاح وبيتحرك لقدام حازم. لو يعني اعتمدوا على حازم سرعته هتفرق كتير قوي. وزق او فاول، وزق فاول من رقم 29 تيميكو، فاول لنادي الزمالك. اخطر حاجه كوره من على الاجناب تعمل مشكله كبيره جدا. وادي رزاق واحمد جعفر مميزين في ضربات الراس الاثنين، وطالع فتح الله معاهم الثالث. نادي الزمالك كله مهاجم لقدام اهو، هيلعبها شيكابالا. شيكابالا في ايد على طول فابريز طاح من الكوره وتتشط الكوره تاني على نور، ونور يلم وهوبا تترد الكوره، تترد الكوره وبقت هجمه مرتده لنادي افريكا سبورت. وبتحرك لقدام اهو الكوفي محمد الظهير الايمن وترقيصه كده ويلعب الكوره وطالعه وخطره خطره خطره خطره، اوعى اللي جاي من بعيد ده، ويطلع الكوره على طول حازم امام ضربه ركنيه. حازم هو اللي طلع الكوره دي ضربه ركنيه، وفي لاعب من نادي الزمالك واقع لسه واقع اهو، واعتقد ان هو يمكن نور السيد. نور ونزل له طبيب فريق نادي الزمالك. تغيير واحد لنادي الزمالك، خرج عمرو زكي ونزل احمد جعفر، ولسه في البدلاء زي ما قلت لحضراتكم جنش واحمد حسن واحمد توفيق وصبري الرحيل وسعيد قطه وعمر جابر.
طالب العربية حكم وكابتن حسن شحاتة شايفه طلب من لاعب برضو التسخين. هنشوف مين اللي هينزل. والكرة ضربة ركنية لفريق أفريكا سبورت. أعتقد أحمد حسن. نور السيد. والضربة الركنية هتتلعب. وقام نور اهو والضربة الركنية هتتلعب والحكم بيدي الاذن عشان يلعب الضربة الركنية. برضه اهو واقفين قدام عبد الواحد السيد كلهم ويلعب كرة عالية طويلة وتطلع الكرة بره والحكم بيديها ضربة ركنية. ضربة ركنية لأفريكا سبورت. أول كل البدلاء الكابتن حسن شحاتة يسخنوا وضربة ركنية لنادي أفريكا سبورت. ضربة ركنية من ناحية الشمال. شوفوا واقفين ازاي. هيلعب الكورة ويلعب كورة عالية طويلة عبد الواحد السيد وتطلع الكورة على طول وطلعها إبراهيم صلاح لرزاق. رزاق وداخل عليه جامد والحكم مدي فاول لنادي زمان. دخل معاه كوفي محمد الظهير الأيمن وشايف انا واحمد حسن بيسخن فعلا. ونور نزل خد اذن ونزل وتروح الكوره على طول تاني شيكابالا. شيكابالا وشيكابالا بيبتدي الهجمه نادي الزمالك ويلعب كوره اماميه لكن تروح لرزاق وفاول على رزاق. احمد حسن هينزل التغيير الثاني لنادي الزمالك. لعبت الكرة على طول طويلة تطلع الكرة برة رامي التماس لنادي الزمالك. أحمد حسن هينزل وتلعبت الكرة على طول لفتح الله مندومو. طلعوا شوية قدام يا جماعة لازم نضغط شوية عشان نادي الزمالك. كرة طويلة وتطلع برة يحضن عليها أحمد جعفر ورامي التماس لنادي الزمالك. لازم الزمالك يزود الناحية الهجومية شوية. واحمد حسن هو يغير يسلم الورقة إلى عميد لعيب العالم للحكم الرابع إبراهيم صلاح. يراجع الكرة ورا على طول لهاني فتح الله مستني بقى مين يجري لقدام لكن ترجع الكرة تانية عند هاني سعيد لحازم. حازم ويلعبها حلوة ناحية شمال عند فتح الله جلال عبد الشافي أهو. عبد الشافي يراجع كرة ورا تاني على طول لنور موندومو وكرة طويلة لرزاق. رزاق رزاق يرجعها تاني لنور موندومو لقدام لشيكابالا واحد مع واحدة شيكا يلعبها على طول تاني أحمد جعفر. أحمد جعفر وحلوة يا نور يا نور يا نور دخل شاطها من تحت لفوق شوية وتطلع كرة برة ضربة مرمى لنادي. ادي التغيير اهو شيكابالا خارج. شيكابالا خارج وهيلعب مكانه احمد حسن. خارج شيكابالا وهينزل التغيير الثاني لنادي الزمالك احمد حسن. خرج شيكابالا ونزل احمد حسن التغيير الثاني لنادي الزمالك وتغيير واحد لفريق افريكا سبورت. وعبد الشافي طلع الكوره وكوفي اوليه لكن تتخطف الكوره عند كوفي محمد الظهير الايمن ويلعب الكوره اماميه تطلع بره ورامي التماس لنادي الزمالك. لعبت الكوره على طول لاحمد جعفر. احمد وبيعد احمد وبيعد احمد وعايز يعد اهو وتطلع الكوره ضربه ركنيه لنادي الزمالك. داخلين على الدقيقه 23 من زمن الشوط الثاني وما زالت النتيجه تقدم الزمالك بهدف لا شيء احرزه رزاق في الدقيقه الاولى من المباراه من الشوط الاول. ضربه ركنيه لنادي الزمالك. ضربه ركنيه احمد
وعاليه وتطول الكره وتروح عند موندومو. موندومو ويلعبها تاني بالعرض حلوه وتترد الكره لفتح الله يصلحها لورا. هوبا الله الله الله. قنبله قنبله يا ولد يا ولد يا نور السيد. وصد احلى حقيقي من فابريس. كره حلوه 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 وصد احلى. تيميكو يرجعها على طول ورا لكواسي وترجع الكره لفابريس حارس المرمى اللي لسه باس الكره. قنبله لنور السيد وفاول على نادي الزمالك. فاول على نادي الزمالك. كوره كانت حلوه حلوه حلوه. قنبله شاطها نور السيد ويطلعها فابريس وتلعب الكره على طول والحكم بيرجعها تاني. هيلعبها سيرجي مارشال. سيرجي بيلعب الكره عاليه طويله تروح عند على طول عبد الشافي. بيلعب الكره عاليه طويله عبد الرزاق لكن تترد الكره وترجع تاني لسيرجي مارشال. يلعبها الكوفي محمد وكره اماميه. يلعبها الاولي كوفي وكره طويله عند عبد الواحد السيد. بيلعب كره عاليه طويله لاحمد جعفر يسيبها تنط ويلم الكره ويلعب كره عاليه طويله احمد حسن عميد لاعب العالم وتطول الكره وتطلع بره ورامي التماس لنادي الزمالك. احمد يسيبها لحازم امام عشان يلعب رامي التماس. احمد متعدي من تحت رجله ولسه الكره مع ترجع الكره عند حازم. يلم الكره على طول تروح ل هاني عبد الشافي. نور بيلعب كره عاليه طويله لكن الصومالي على طول بيطلع الكره لكوفي الظهير الايمن. الكره الطويله مش هتنفع كده على طول لازم يبقى في كور برضو على الارض احسن حاجه. الكره الطويله دي تبقى مشكله. احمد حسن بسن الجزمه ترجع لموندومو. الحكم دخل في السكه وعطله والحكم مدي فاول لنادي الزمالك. فاول لنادي الزمالك. ادي موندومو اهو وداخل معاه كولوبالي عامل فاول. فاول هتلعب الكوره على طول لنادي الزمالك. فتح الله لموندومو. هاني سعيد مين يفتح له ناحيه اليمين. حازم ترقيصه وفاول وفاول. تيميكو وقفوه على فكره ولعيب كويس جدا وقفوه ناحيه حازم امام لما لقوه سريع وبيتحرك من ناحيه اليمين. حازم لعبها تتخطف لكن تروح لاحمد حسن ترجعها ورا على طول تاني لابراهيم صلاح لنور. يا نور بسرعه شويه يلعبها على طول تاني لعبد الشافي. وماشي عبد الشافي بالعرض لنور وبيشاور له هو على طول احمد حسن. بيشاور له احمد حسن يلعبها لحازم. حازم يلعبها على طول تاني امام ابراهيم صلاح ويلعبها حلوه لحازم. شوف السرعه سرعه 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 وهوبا وفاول وفاول. روفن داخل عليه جامد قوي رقم 23 نجوان روفن وقع في الارض لكن هو عامل فاول من حته خطره جدا 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 لكن مساعد الحكم والحكم نات الوم الحكم الكاميروني مدي فاول لنادي الزمالك. هيلعبها احمد حسن. احمد حسن كور دي تبقى خطره جدا واحد يستناها على البعيده برضو. هيلعب احمد حسن وفي ايد الجون فابريس على طول مسكها حارس المرمى فابريس حارس مرمى افريكا وبايده على طول بيلعبها لكوفي محمد الظهير الايمن رقم 6 وبيتحرك بيها لقدام. يراجع الكره ورا على طول تاني لكواسي لروفن. ماشي روفن ماشي روفن ويلعب الكره على طول تتقطع الكره وتروح لاحمد حسن. واحمد حسن لسه الكره معاه تتقطع منه ياخدها تاني فاليكو ويلعبها ناحيه اليمين وبيتحرك لقدام كواسي وبيلعبها لاولي كوفي لكن تروح المره دي ناحيه اليمين وهجمه لفريق افريكا سبورت. يرجع الكره لورا لكولوبالي رقم 27 بينقلوا الكره من رجل لرجل قفل عليه ما شوتش قفل عليه ما شوتش ويطلع على طول عبد الواحد السيد ويقطع الكره. عبد الواحد عبد الواحد يحطها على الارض يلعبها لهاني.
شوف الناحية الشمال عند عبد الشافي، لازم يتحرك لقدام شوية لما يبقى ناحية اليمين وناحية الشمال بيشتغل وتعمل مشكلة كبيرة. أحمد حسن، موندومو، حازم، تيميكو معاه على طول أهو، وتطلع كرة براوت من التماس لنادي الزمالك. أحمد حسن، موندومو بيلعبها لأحمد حسن تاني، وأحمد حسن لأحمد جعفر، أحمد جعفر مستني لغاية ما حازم يتحرك، وتحرك حازم خش بيها لجوه بقى، وماشي حازم وماشي الحازم وفي زقة كده، لكن الحكم مديها ضربة مرمى لنادي أفريكا سبورت. ناحية اليمين في نادي الزمالك شغالة جامد، ويلعب الكرة على طول فابرس حارس المرمى لكوفي محمد، ويلعب كرة عالية طويلة هاني سعيد، وهاني سعيد بعقلة وبيلعبها لأحمد حسن، أحمد حسن ويلعب الكرة على طول، بيتحرك أحمد جعفر وزق وفاول، زق وفاول دخل عليه رقم 5 نجوران كواسي، وفاول من حتة خطرة. في فاولات كتيرة بتيجي النادي الزمالك من مناطق خطرة، وعايزين حد يشوط من بره المنطقة زي الشوطة اللي شاطها نور السيد، كانت قنبلة لكن فابرس حارس المرمى بيطلعها من المقص الشمال. فاول لنادي الزمالك. أحمد حسن هيلعب الفاول، وجنبه فتح الله، فتح الله وأحمد حسن، أحمد حسن هيلعبها وأحمد جعفر مستني وعليا. آخ على الكورة دي، آخ على الكورة دي، كادت أن تكون هدفاً يا فتح الله، كادت أن تكون هدفاً. ضربة مرمى لنادي أفريكا سبور، كان استنى عليها شوية، بص 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 لمسها إزاي، لو لمسها كادت أن تكون هدفاً بجوة الست ياردة. فابرس حارس مرمى أفريكا سبور، تيميكو بقول لحضرتك لعيب خطر جداً جداً جداً، وماشي لقدام ودخل بيها لجوة، ودخل بيها لجوة وخطرة، لكن تطلع بره ضربه ركنيه لنادي افريكا سبورت. تعليمات ايه؟ احمد جعفر راجع لورا في الضربات الركنيه عشان ضربات الراس، ومفيش الا احمد حسن ورزاق هم الموجودين قدام، وخطه الساندوتش لعبد الواحد من لاعبي افريكا سبورت اهو، بص عاملين عليه ازاي؟ الضربه الركنيه وخطره، ما يشوطش ما يشوطش، وترجع الكره تاني وخطرة، وهوبا تطلع كرة بعيدة، قوم على طول اهو، تطلع الكرة على طول يلحقها قبل ما تطلع بره، ويلم الكرة على طول ويلعبها نور السيد، نور السيد يلعبها رزاق 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 رزاق، لكن تتقطع الكرة، لازم نسلم من رجل للرجل بقى يا جماعة. كرة كانت خطرة جدا الكرة اللي فاتت، ويلعبها على الجنب كوليبالي لكوفي محمد، لكن تتقطع الكرة تروح لبندومو لأحمد حسن، لأحمد حسن بيلعبها عند أحمد جعفر، أحمد جعفر يلم الكرة تتقطع منه لكن يخش ياخدها تاني، ويرجعها لحازم، حازم يلعبها ترجع له تاني لحازم، وجنب أحمد حسن يلعبها له وحشة، وقف في سكته ومساعد الحكم مدي فاول، وقف في سكته اعترضه. نجوان روفن ده لعيب قوي جدا رقم 23 الظهير الأيسر، شوف وقف في سكته ازاي، ملوش دعوة بالكورة، وقف في سكته اعترضه، لكن مساعد الحكم قرى الكورة وأمله. كابتن حسن شحاتة بيكلمه ما هو، وداخلين على الدقيقة 32 من زمن الشوط الثاني، وما زالت النتيجة تقدم الزمالك 1-0. رزاق في الدقيقة الأولى من المباراة، وأحمد حسن هيلعب الفاول، أحمد حسن هيلعب الفاول عالية، وتترد الكورة على طول. أولي كوفي راجع لورا أهو، وبيلعب الكورة بالعرض لمحمد كوفي، بيلعب الكرة عالية طويلة مش لحد، وابتدوا يلعبوا دفاع أكتر من الناحية الهجومية فريق أفريكا سبورت، ولازم نادي الزمالك يستفيد من التراجع بتاع فريق أفريكا سبورت. موندومو كرة طويلة بيلعبها أي حاجة رزاق كده، ما جريش عليها أحمد جعفر، وتروح لفابرس حارس المرمى. عدم لعب المباريات يا جماعة مؤثر جدا على لاعبي نادي الزمالك. لعبت الكرة عالية طويلة، هاني سعيد خش يلعبها على طول تاني تترد، لكن ترجع لهاني تاني، يلعبها لأحمد حسن،
لرزاق يلعبها حلو احمد حسن وبتحرك لقدام لك القلش وترجع الكره لصامويلا وصامويلا يلعبها لسيرجي مارشال وهجمه يحط رجله في الصوره لحد الشافي ترجع تاني ورا ويبتدي الهجمه سيرجي مارشال لكن على طول بيلعبها حازم لاحمد حسن يغمزها على طول تاني تطول الكوره وتروح تاني تروح الكره لنادي الزمالك وهجمه مرتده يا نور 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 يلعبها على طول ناحيه اليمين عند حازم وماشي حازم وعايز يعدي منه روفن يعني قوي جدا مدافع قوي رقم 23 وحازم بيحاول يعدي منه لكن شوف داخل عليه ازاي بقول لحضراتكم مدافع قوي جدا ويلعب الكوره على طول تروح على طول لزقه وفاول لنادي الزمالك دخل على طول احمد حسن وعمل فاول اتلعبت الكوره على طول تاني لابراهيم صلاح يرجعها النور لاحمد حسن يطلع الكوره بره اوت رمي التماس لنادي الزمالك احمد حسن ويلعب الكوره على طول ورا النور نور ليماندومو هاني فتح الله عبد الشافي فاضي اهو لكن يغير اتجاهه تاني برده ويلعبها لموندومو وتمريره اي حاجه كده لموندومو وتطلع الكوره بره وضربه مرمى لنادي افريكا سبورت عبد الشافي واقف الناحيه الدفاعيه النهارده خالص لازم الكوره برجل برجل واسرع شويه وهيلعبها فابريس حارس مرمى افريكا سبورت وكره عاليه طويله تترد الكوره على طول يخش هاني يقطع الكوره وزقق وفاول على نادي الزمالك على هاني سعيد الحكم بيديها على هاني سعيد بينده له اهو عشان مسك الكوره بايده وبيحذره وفاول لنادي افريكا سبورت بيرجع بندومه لورا العشر ياردات وهيلعب الفاول سيرجي مارشال بيلعب كل الكور الثابته لفريق افريكا سبورت رقم 14 والزمالك عامل حائط بشري برضه والكوره من نص الملعب الاحتياط طبعا مهم جدا وقنبله في ايد على طول عبد الواحد دخله جامده جدا دي لازم تتحسب فاول على طول احمد جعفر يلعبها تطول من رجله وتروح لسيرجي مارشال تترد الكوره وجت في ايده والحكم مديها لمسه يد على ابراهيم صلاح فاول هيلعب الكوره على طول من لمسه اليد سيرجي من ورا حازم لكن على شوف السرعه بتاعت حازم بيلحق الكوره على طول يا ولد يا ولد يا ولد ويطلعها بره اوت سرعته تنفعه جدا جدا استخدمها استخدام جيد ميكو رقم 29 يلعب الكوره جوه ال 18 يلعبها لعبد الواحد اولي كوفي وترد الكوره على طول تاني يخش فيها الرزاق لسه الكوره مع كوفي تتقطع الكوره وتروح للرزاق يخش الرزاق وتطول الكوره ودخله جامده وفاول على رزاق الحكم مديها فاول على رزاق واسياكا اللاعب اللي كان مبدل لسه واقع في الارض وداخلين على الدقيقه 37 من زمن الشوط الثاني لسه واقع في الارض اهو سيرجي مارشال رقم 14 بيطلب طبيب الفريق نازل له اهو قالوا له خلاص ما تجيش قام سيرجي مارشال دخل دخله جامده رزاق لعيب قوي وادي جوزيف انطونيو المدير الفني الايطالي لفريق افريكا سبورت فاول خرج بره يتعالج اهو سيرجي واتلعبت الكوره عاليه وبتلعب على طول لحازم محدش وقف هنا حازم وشاطها شوطه تقلش تروح عند عبد الشافي وعبد الشافي يلعبها طويله تروح عند كوفي يردها على طول تاني وبيلم الكوره كولوبالي كولوبالي لسه الكوره معاه لسه الكوره معاه وداخل عليه ابراهيم صلاح وكوره عاليه يخش حازم على طول بيلعبها حلوه لاحمد حسن
وبتحرك له رزاق يلعب رزاق وعد رزاق وعد رزاق يلا رزاق يلا رزاق 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 ويلعب كرة جامدة تطلع بره بره بعيدة شيطها جامدة لكن ما يستناش أحمد جعفر وتطلع الكرة بره رامي التماس لنادي أفريكا سبور جت في رجل لاعب وتروح الكرة لنادي الزمالك اتلعبت الكرة عند عبد الشافي يلا عبد الشافي بالعرض على طول لنور نور لموندومو موندومو يلعبها لحازم حازم كل فريق أفريكا سبور رجع لورا ويطلع الكرة سوماليا لنور نور لعبد الشافي ويراجع كرة ورا تاني النور أحمد حسن خد له مكان حلو ويلعبها حلو لأحمد حسن على طول يا أحمد على طول يا أحمد ولسه معاك كرة وهوبا إبراهيم صلاح ترجع لحازم حازم يلعبها لأحمد حسن أحمد حسن يغمزها لكن تتقطع الكرة وتروح لروفن لكن تطول الكرة وتطلع بره ورمي التماس للنادي الزمالك أحمد 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 حسن لحازم يحاولوا نادي الزمالك وكل الفرق لو تبص في الملعب كل ال11 موجودين في نص الملعب ورا سيرجي يلعبها ثلاث نقلات لك لأولي كوفي ويلعب كرة طويلة لكن حازم مغطي حازم لسه الكرة معاه حازم لسه الكرة معاه وفي راية وصفارة بتلعبت الكرة تطلع الكرة عند موندومو وموندومو بتدفع منه الكرة ويرجعها لورا يخش نور لكن ترجع على طول تاني بالعرض ويطلع الكرة ويردوها تترد الكرة على طول عند ابراهيم صلاح يلا ابراهيم وماشي ابراهيم وهجمه مرتده سريعه لنادي الزمالك يلا ابراهيم يلا ابراهيم يلا ابراهيم لاحمد جعفر احمد جعفر وعايز رقص تتقطع منه تتقطع منه ياخدها سوماليا لكوفي وكوفي تتنقل لكن ياخدها تاني احمد جعفر دخلوا على بعض نادي الزمالك لاحمد جعفر احمد جعفر هوبا وتطلع الكوره بره وضربه مرمى لافريكا دخلنا على الدقيقه 40 من زمن الشوط الثاني وما زالت النتيجه تقدم الزمالك بهدف رزاق في الدقيقه الاولى من بدايه المباراه فابريس حارس مرمى افريكا سبورت حارس مرمى على مستوى عالي ويلعب كره عاليه طويله عند اولي كوفي تطول الكره على طول وتروح لفتح الله والحكم مدي فاول على اولي كوفي يلعب الكره على طول عند عند احمد جعفر واحمد ولعبها له على طول لعبد الشافي لكن تتقطع الكره لموندومو موندومو يلعبها على طول لنور ونور يرجعها ورا الحازم الفرقه كلها راجعه لورا ويلعب كره عاليه طويله تترد ما يلحقهاش على طول رزاق وترجع الكره لرقم 20 اسياكا يلعبها على طول تاني ناحيه الشمال لكولوبالي كولوبالي المارشال وبيغير الكره على طول عند كوفي محمد الظهير الايمن ويرقص ويعدي ويلعب كره عاليه طويله عند تيميكو تطول منه وتطلع بره ورمي التماس لنادي الزمالك شايف هو تغيير كمان لنادي الزمالك عمر جابر عمر جابر مكان حازم امام رجله فعلا كان بيزق وهو بيجري اخر مره حازم امام خرج وعمر جابر نزل ولعب كوره هو عمر ويلعبها الرزاق رزاق وياخد رمي التماس لنادي الزمالك حازم هو بيجري كده رجله شدت شويه شايفه كان بيزق لحد دلوقتي وهو ماشي باين رمي التماس تلعب الكوره عند رزاق لاعب قوي تطول الكوره وتطلع تاني بره اوت تلعب الكوره عند احمد جعفر يلعبها على طول تاني لعمر جابر لاحمد جعفر بسن الجزمه حلوه يلحق 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 لكن في رايه وصفاره وتسلل على احمد تسلل على احمد حسن واشتباك اهو بالرزاق ولاعب اولي كوفي في اشتباك اهو وفابريس هيلعب الكوره التسلل بتاع احمد حسن فابريس حارس المرمى ويلعب كره عاليه طويله استرد عند موندومو لمسه واحده على طول عند احمد حسن احمد حسن
وتتقطع منه الكرة عند كوفي وتطول الكرة وتطلع برا ورامي التماس لنادي الزمالك. موندومو يلعبها على طول تاني النور. موندومو هاني كرة عالية طويلة عند كوفي يرجعها على طول لصوماليا وصوماليا يرجعها لفابريس حارس المرمى. شفناش في الشوط الثاني للشوطة بتاعت نور السيد. الكرة على طويلة عنده أولي كوفي تترد الكرة وشوطة وعبد الواحد يسيبها وتبقى ضربة مرمى لنادي الزمالك. عمر جاب هاني نور السيد رزاق يكمل له قدام عمر جابر. لعيب قوي ولعيب مميز جدا. يلعبها النور يلعبها على طول تاني رزاق. رزاق ويلعبها لعمر جابر وروبن معاه لعيب قوي جدا روبن يا جماعه رقم 23 رامي التماس لنادي الزمالك. هيلعبها عمر جابر يلعبها على طول ابراهيم صلاح قرب له لكن لعبها لاحمد جعفر. احمد جعفر وتتخطف من احمد جعفر وتروح الكرة على طول تاني نقلتين ثلاثة تروح لتيميكو رقم 29 وهجمة ويلعب الكرة بالعرض تروح على طول لمارشال ومارشال لكوفي وماشي كوفي ويلعب الكرة ناحية اليمين لسه الكرة معاه ويراجع الكرة ورا الكوفي الظهير الأيمن وعمل أوفر تطول مفيش حد معاها ورايح لها على طول لوحده. عمر جابر يلم الكرة ويلعبها على طول هاني سعيد. هاني سعيد ماشي هاني سعيد لنور السيد ونور بيلعب كرة طويلة عند حد الشافي لكن تتلعب وحشة تعدي من تحت رجل كوفي لكن يلحقها تاني وتترد الكرة عند أسياكا تتخطف الكرة موندومو لكن الحكم مدي فاول على موندومو. ثلاث دقائق وقت بدل ضايع ثلاث دقائق. كوفي محمد هيلعب الفاول بيلعب كرة عالية طويلة هاني خطرة 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 يا ولد يا عمر يا جابر لكن كان في فاول ويلعبها عبد الواحد السيد عالية طويلة تروح لروفن ظهير الأيسر وداخل مع أحمد جعفر. كرة عالية طويلة هاني سعيد يلم الكرة نور ترد كرة تاني لي خطرة جدا لتيميكو ولسه الكرة مع لأولي كوفي وعايز يشوت كولوبالي تترد الكرة وعبد الشافي تتخطف منه لكن يخش يغطي أحمد حسن ويلعبها على طول عبد الشافي. عبد الشافي ويلعب كرة عالية طويلة عند رزاق. رزاق يلعبها على طول تاني عند أحمد حسن يخش أحمد حسن يقطع الكرة والحكم مدي فاول على أحمد حسن. فاول لكوفي محمد الظهير الأيمن وداخلين خارج سيرجي مارشال ونازل رقم 25 ازاي فرايدي ده لاعب اساسي عندهم ده لاعب من اللعيبه الاساسيين رقم 25 فرايدي ده رقم 25 وكره عاليه طويله عمر جابر. عمر جابر بيحضن على الكره وزق فاول وزق فاول دخل جابر في الكره اللي فاتت رقم 29 تيميكو ونزل فرايدي لازم برضو يمسكه الكابتن حسن شحاته ان هو من اللعيب الخطيرين جدا في فريق افريكا سبورت. الكرة طويلة عند احمد جعفر وتطول الكرة وترجع الكرة يطلعها صوماليا تترد عند اولي كوفي روفن ما يلحقهاش تطلع الكرة برا او ترمي التماس لنادي الزمالك. عمر جابر احمد حسن عمر جابر ترجع له تاني ترد الكرة ويخش احمد حسن لكن روفن على طول يطلع الكرة برا او داخلين دلوقتي على الثواني الاخيرة احمد حسن وكرة بالعرض ويطلعها على طول تاني لمارشال وادي قدامنا اهو فرايدي يزحلق على الكرة ويطلعها وهاني والله عمل ماتش حلو قوي النهاردة هو فتح الله ورامي التماس لنادي افريكا سبورت. هيلعبها اللاعب القوي الظهير الايسر روفن يطلعها على طول تاني احمد يسيبها روفن عشان تطلع بره وياخدوا رامي التماس لكن ما طلعتش بره. الكوره عاليه طويله تطول الكوره تروح عند عبد الواحد السيد
وبيشوطها عاليه فوق عند كوفي محمد، تطول الكوره وتروح لتيميكو، تيميكو يخش ياخدها احمد حسن ويصفر الحكم عشان ينهي هذا اللقاء.